لو افترضنا انك مش مرتبطه وان اللي موجودين هنا مش مرتبطين ماشي ولازم تختاري واحد منهم ده اللي هترتبطي بيه، تختاري لنا واحد. اوكي، تختاري احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ ما انا قلنا قبل كده انا بحب لا ما هنا بقى انت مش فاهمه اللعبه مختلفه، احنا هنا كل اختيار ثانيه واحده يعني انا هقول هرتبط بيه بجد الحقيقي؟ لا ده افتراض انا في عالم أنا مش حقيقي ممكن في واحده بتضحك جامد قوي ما يعني هي كانت عينها منه يعني انا بحب بصراحه يعني احمد عز احمد عز يبقى احمد عز بس هرتبط بيه الارتباط ارتباط هيبقى ده ارتباط معايا ارتباط ايوه انت بتبدأي ليه؟ ما انا بقول لك اهو ارتباط مين؟ ماشي احمد عز؟ لا كريم عبد العزيز بقى كريم عبد العزيز؟ انا حسيتك برضه هتاخديه وانت مش عاجباه ماشي هاتهولي ده لا لا ايه ده كريم عبد العزيز برضه كريم عبد العزيز هاتي المايك ده هاتي عشان مش عايزين لعب اهو خدي لا احذفيه زي ما حذفتهولي هيلفلف لا مش هيلفلف احذفيه جامد احذفي اهو بس سيبيه كده يبقى كريم عبد العزيز طير احمد عز ونشوف مين تاني نسمع ايه ده هو في؟ ايه ده الله لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي تختاري مين؟ إيه كريم عبد العزيز وكريم عبد العزيز طير حلمي ولسه مكمل معانا طيب لو كريم عبد العزيز واحمد السقا كريم عبد العزيز ولسه معانا كريم عبد طيب لو كريم عبد العزيز وتامر حسني انا بحب تامر حسني قوي في الحقيقه عامه يعني نكمل مع مين نكمل مع كريم عبد العزيز عشان ده انت مخلصه قوي ولسه كريم مكمل معاك نكمل معاه خلينا مكملين معاه طيب لو كريم عبد العزيز وهشام جمال ده ايه ده ايه ده بقى افتراض يعني ولا ده ايه ايوه افتراض لا نكمل بقى مع هشام وجه هشام وطير كريم عبد العزيز كان مكمل معانا 17 سنه طيب حماي ده بقى ما تختاريش ونطير حماي عشان هو اساسا محجوز لنا وهي هتكمل مع هشام جمال مش محتاجه انكم تسالوا لا مش هقدر اجي جنب حماي بصراحه طبعا ليه يعني على فكره ممكن اجي جنبي لا أنا ممكن أختاره لا أنا اللي أختاره ماشي اخترتيه؟ لو هشام جمال لا هو عشان يعني أنت مش هينفع تفضلي لأنه هو كده كده أصلا في واحدة تانية مختاراه مين؟ يعني مش هو طارق مين بقى؟ أنا شوشو مش هو متجوز؟ أيوه ما هو ده افتراض بقى هو لا يبقى حقيقة ولا واقع يا ستي الله خلاص أنا آسفة أنا آسفة خلاص يا شيماء وبعدين لما تتلوح تقولي لي اتلوحت هتزعليني منك يا هنا خلاص والله خلاص والله ما قصدي يعني انت بتقولي لي كده لا خلاص يا شيماء لا الحركات دي انا عارفاها في المسرح بقى طيب خلاص طب هشام جمال ولا هاني سلامه يا لهوي بقى لا خلينا بقى ما نفضلش بقى ايه خلينا كده نقفل اللعبة؟ لا خلاص خلينا كده وهنطلع فاصل ونرسم قلب وضحكة على الشبابيك ونرجع لكم تاني استنونا رجعنا بعد الفاصل وهنلعب مع هنا ماشي دلوقتي هنا اللعبه اسمها ابجد هوس اوكي انت عارفه الحروف الابجديه اللي هي الف ب عارفاهم كلهم طيب هناخد الحروف دي انت هتقولي جمله بحرف الالف وانا هكملها بس جوه شكل قصه اوكي طيب اوكي فهمتي يلا يعني اخر حرف انا ابتدي بيه قصه لا مش اخر حرف بالالف ب انا هقول لك حاجه بحرف الالف انت تقولي حاجه بحرف الباء انا اللي ابتدي بالقصه يعني لا انت قولي لنا القصه اللي هنمشي جواها ايه لا اي قصه هقول لك كان احنا الاثنين بنتخانق على ولد على ولد تمام ماشي انت اللي خدتي حبيبي مني
لا تق تق دي بالت. احنا عايزين بق 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 بالب. اه صح، هو الب بعد الالف صح. بصي بقى انت اللي بداتي وانا بقى اللي هاخده. تاخدي مني يا حبيبتي. سي ثواني بس. ثواني بس، انت ليه مكبره الموضوع؟ جيم جيم جاتك نيلة. انا مش فاهمه هو شايف فيك ايه حلو عني. حاضر. هو ايه اللي حاضر يا شيماء، اما تشوفي اخرتها بقى. خساره فيكي كل الصحبيه والعشره اللي كانت ما بيننا. ده انت حتى مندفعه. مندفعه جدا. انت مش عارفه ده زال بقى. زيك زي غيرك من كل البنات اللي خانتني. استني اسكتي ما تقوليش. روحي يا شيماء من وشي دلوقتي. زباله وهتفضلي طول عمرك زباله. سماويه وهتفضلي طول عمرك سماويه. شمال. صاد. المهم صبرك عليا. صبرك عليا؟ ضيعة وصيعة. ايه الحرف المادي؟ طب انا هوريكي. ظبطي نفسك الأول بعدين تعالي اتكلمي معايا. ايه؟ لا دي حاجة عيني. عمرك ما تعرفي تعملي حاجه. غلبانه وما تعرفينيش. فاشله. قولي كده بقى. ده انت حافظه بقى. حافظه ايه؟ انا بقولك فاشله. قولي كده بقى. انت عايزه تقولي لي كل الشتايم دي واسكت لك؟ ايه؟ كاف كاف. انت ما انا عارفه انه كاف والله. ثواني. لا انت كده خسرتي. احلفي؟ اه طبعا. انت مش عارفه تكملي. كاتك نيله. كاتك نيله بالجيم مش بالكاف. اسمها جاتك نيله. انت خسرتي، يبقى الناس هتقول لك قولوا معانا. طب اعمل ايه يا شيماء طيب؟ تعملها تاني بس تكسبي فيها. ماشي. ابتدي انت وقولي القصة. أنا من الأول تاني؟ انت بقى قولي حرف عشان تختاري حروف تانية. اه. ما أنا لو بدأت ابتدي أنا بالألف تاني، شفتي؟ اه طب تمام. يلا. بس القصة تانية تبقى إيه؟ ماشي. قصة إيه؟ أنا عايزة أقول لك على حاجة مهمة جدا. بطلي تحوير. أنا بحورش. ثانية بس، أنا هعرفك إنك بتحوري. جاموسة وهتفضلي طول عمرك جاموسة. حمارة وهتفضلي طول عمرك حمارة. أنا ويندي ونيولا. تعالي نتصالح بقى يلا. خساره الحب اللي ما بيننا يروح بكده. ده انت اللي مزعلاني وفي الاخر تقولي لي خساره. زي ما بقول لك كده. والله العظيم انا بحبك يا شيماء بس انت يعني اوفر يعني. ربنا يسامحك. خلاص انا هنسى كل الوحش اللي انت عملتيه فيها ومش هتعمل اللي شتمتيها لي. زي ما بقول لك كده. خلاص بقى خليه. أما إيه يا شيماء في إيه؟ برضه زي ما بقول لك زي ما بقول لك كده يا شيماء. خلاص بقى يعني صافية لبن. سيبيني أعيط شوية وأنا هنسى لوحدي. شيلي بقى الورق ده واطلعي بره عشان بدأت أتخنق منك.
صبرك عليا عشان انت مفيش حاجه محوقه فيكي وانا حاولت اصالحك وانت اساسا ما بتمرش فيكي حاجه وهتخسري في اللعبه دي برضو. ايه رايك بقى؟ ضميري مرتاح وانا بخسر. ضميرك ده طيب يبقى سقفوا لي عشان انا اللي كسب. دلوقتي هنا هنلعب مع بعض لعبه زي عروستي كده، اوكي؟ انت معاكي طبعا الكيو كارد دي فيها صور حاجات مش هتقولي لي عليها وتحاولي تشرحها لي عشان اعرفها، بس تحاولي تشرحها لي بالمداري يعني ما تحاوليش تخسري نفسك طيب. عشان ما اعرفهاش، بس في نفس الوقت تقولي لي حاجات صح، اوكي؟ ماشي. يلا تبتدي ولا ابتدي انا؟ عادي ابتدي يلا. حاجة مش كبيرة ومش صغيرة. ايه كملي. ده كده أول واحدة. أنا أقول لك إجابات يعني ماشي. البطيخة. حاجة جامدة. برضو البطيخة. حاجة فيها ألوانات كتير من جوه. برضو البطيخة. حاجة ميتاليك. ميتاليك؟ المصاصة؟ حاجة يعني ماتل يعني. لا عايزين بالعرب والنبي. حاجة بطول. يعني طب ماشي. حاجة ما نقدرش نستغنى عنها كل يوم نمسكها. الموبايل. اوه شوشو كذب. بس سهلتها لك. ماشي طيب انا بقى. ماشي. هي حاجة مدورة. بطيخة. لا ادي واحدة. ماشي. هي حاجة بتلف. غسالة. لا اتنين. ماشي. هي حاجة بنشتريها. مروحة. لا تلاتة. هي حاجة بتغير حياتنا. حاجة بتلف. ايه بتغير حياتنا. مروحة. بتخليها لو حاجة تبقى حاجة مع انها بتبقى هي الحاجة مش في الحاجة. ميك اب. لا ادي اربعة. هي ممكن نظبط بيها الميك اب. مراية. غلط. لا ما قلتش مراية. طب قولي ايه؟ بتاعت الباودر اللي هي المدورة. لا غلط. هي انت عارفه والله العظيم مش بتسهليها. والله العظيم سهلتهالك. ايه بقى هي ايه؟ طب هكملك اديك واحده انت سادس. ماشي. عشان انت حبيبتي. طيب هي ممكن تضرب في وشنا. اللمبه. بس يا بنت. اللمبه. ايوه